إذن أهلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين معاكم. هلأ رح نحكي أكثر عن نشاطات مبادرة بتحمل اسم وشعار بذرة خير في حياة الغير التطوعية. بنتحدث أكثر مع القائمين على هاي المبادرة، ابتداء مع رزان السيد. رزان هي مؤسسة المبادرة، وأيضا ضياء العمائرة منسقة المبادرة. أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا. أهلا فيكم. أهلا ضياء ورزان. رح أبدأ من يمكن أكثر مبادرة لكم. أنتوا 4 سنين بهالمبادرات من 2012، ولكن في مبادرة حصلتوا عليها على لقب أفضل مبادرة بالعالم العربي من خلال برنامج كلام نواعم، واللي هي كانت اليوم الطبي في الأخبار. بحب أبدأ من عندك ضياء، خبرينا كيف كانت هاي المبادرة. هاي المبادرة أول إشي شوية صباح الخير ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. سهلة. المبادرة هي مبادرة بذرة خير في حياة الغير. إحنا قدمنا لكلام نواعم، كانوا عاملين مسابقة لمبادرات، قدمنا من خلال البرنامج، عملنا دراسة في الأغوار الصافي عن إنه نعمل يوم طبي أو نعمل إشي نشاط لهم كالمنطقة، لأنها تعتبر من أكثر المناطق فقرا، بطالة عالية، يعني منطقة محرومة من كل أنواع يعني أي نوع من أنواع المرفهات أو أي نوع من أنواع الدعم إلها. فعملنا دراسة للمنطقة، طبعا كان بالتعاون مع جمعية كانت موجودة في الغور الصافي، فحسينا أنه أكثر إشي بتعاني من أمراض مزمنة بالغور، فصار أنه بدنا نعمل يوم طبي. فتواصلنا مع الدفاع المدني، كان هو أكثر إشي عائق إنه كيف بدنا نأمن كادر أو أجهزة طبية في منطقة الغور الصافي. تعاون معنا الدفاع المدني، أمننا بعيادة متنقلة وأمننا كمان أدوية، ونزلنا على الصفحة للأطباء إنه مين حاب يتعاون معنا، وصار اليوم الطبي وعرضوه على الكلام نواعم، وكانت من أفضل المبادرات في الوطن العربي. حلو حلو، يعطيكم العافية. طيب رزان، أنت مؤسسة المبادرة، واللي عرفنا أنه أنتوا بلشتوا بالمبادرة لما كنتوا بأيام الجامعة، فقلينا ليش قررتوا أنكم أنتوا تأسسوا في لكم مبادرة خاصة فيكم تشتغلوا فيها بكل الأعمال التطوعية؟ أول شيء صباح الخير ويعطيكم العافية. أهلا فيك. هلأ أنا كنت متطوعة مع كتير مبادرات تطوعية، فحسيت أنه حب بعمل شيء جديد وتغيير في المبادرة. هلا أغلب المبادرات بتقتصر بس على محافظة عمان أو على الزرقاء أو على إربد، إنه ما عم بيوصلوا للمناطق المهمشة والنائية. فبلشت فكرتي بذرة خير، فكنا عدد كتير قليل من المتطوعين، بلشنا نشتغل أيام الجامعة ونعمل أشياء بسيطة. أول ما عملنا فيزيتات إنه بتحمل شعار المبادرة، وبلشنا ننظف الشوارع، نزرع، نعمل تعليم يتيم للأطفال الأيتام عطلة بين الفصلين. بعدين حكيت أنا وضياء في الموضوع إنه ليش ما نكبر المشروع لأكثر من هيك، فاشتغلنا على مبادرات وحملات أكثر. حلو حلو. من 2012 لهلأ عم تتطور الحملة وعم تكبر، كل مرة عم تعملوا أشياء جديدة. مثلا من 2012 بديتوا بإيديكم يعني تشتغلوا، هلأ صارتكم مجموعة من المتطوعين. يعني سؤالي هو لكم أنتوا التنتين، شو اللي بيخليكم تضلوا مستمرين؟ يعني بيستمروا دائما دائما، أنه ما بتقولوا خلاص بكفي. بذرة خير هي حياة، هي حياة للناس اللي عن جد محتاجة لبسمة، محتاجة لأنك تمد لها إيدك وتساعدها. فهي بالنسبة لي حياة وروح، إنه أنا قاعدة عم بساعد بالناس، لأنه عندي طموح إني أوصل لأكبر عدد ممكن من الناس اللي عن جد بحاجة لمساعدة. حلو حلو. كمان بتحسي إنه صرنا إحنا والمتطوعين زي عائلة واحدة، يعني شباب البنات صرنا نطلع مع بعض، يعني صرنا مش هم المتطوعين وإحنا اللي عملنا المبادرة، صاروا هم يحكونا أفكار، شو رأيكم نعمل حملة زي هيك، شو رأيكم نعمل هيك. فنشارك يعني نشارك مع بعضنا، يعني مش إحنا مسؤولين وهم متطوعين. حلو. فبنحس حالنا زي عائلة مع بعض، كلكم تشاركوا أفكار مع بعض. طيب يعني في كتير حملات بتعملوها ويمكن هيك مبادرات تشتغلوا عليها، لكن في هناك مبادرات سنوية تشتغلوا عليها كل سنة، منها حملة قلتوا لنا عنها اسمها حملة دفء، بتستهدفوا فيها إلى حد ما اللاجئين بمخيم الزعتري، فاحكي لنا أكثر عن هاي الحملة. هلأ حملة الدفاع مش بس مقتصرة على مخيم الزعتري، هلأ هي بتستهدف الناس اللي محتاجة بأخص بفصل الشتاء. يعني إحنا زرنا أكثر من بيوت، في بيوت
عبارة عن مش بيت أبدا، لا عندهم صبات ولا حرامات، ما عندهم بيت يقويهم. وين عم بيكونوا هاي المناطق أكتر شيء؟ أغلب المناطق هاي بتكون بالمخيمات، مثلا في مخيم الحسين، بمخيم النصر، المحطة، غزة. الأغلب بيستصعب يروح على المخيمات البعيدة، فنحن بنحاول نوصل لهم بأكتر طرق ممكنة. هلأ تعاوننا مع اللاجئين لأنه كانوا بحاجة لمعدات، مثلا لمونة، لحرامات. تعاوننا مع جرحى الليبيين ومع جرحى غزة ومع اللاجئين العراقيين والسوريين، أمناهم بكسوة تقريبا نعتبرها من ملابس لحرامات لصبات لكل إشي هم بيحتاجوه. هذا سنويا كل سنة كل عم سنة. تشتغلوا عليه. طب هاي السنة مع مين عم تشتغلوا أكتر؟ يعني مين الفئة اللي عم تستهدفوها؟ السنة هاي قاعدين عم نشتغل كمان برضو على حملة دفاع بنفس المسمى، وأي إشي ما بيلزم أي مواطن إنه بيقدر يتواصل معنا عن طريق الصفحة أو أرقام التليفونات، ونحن منوصله لأي مكان. رح ناخد هذه الأشياء ونوديها لمخيم النصر لأنهم بجدا بحاجة لهذا الإشي، وإن شاء الله إنه نقدر نجمع أكتر ونقدر نوصل لمخيمات تانية إن شاء الله. هل مبادرات لكم أكتر من 4 سنين عم تعملوها، كل مرة بدها ميزانية، عم بتساعدوا لأنه أعداد كبيرة والناس عم بتزيد، من وين بيجيكم الدخل؟ هسا إذا ما إجانا متبرع أو متبرع منا إحنا كمتطوعين منلم نجمع مع بعض، كل واحد يعني منشوف تكلفة المهرجان أو تكلفة النشاط ومنقسمه على المتطوعين كاملة. حلو. إحنا هون عم نستعرض مجموعة من الصور للأعمال التطوعية والنشاطات المختلفة اللي أنتوا اشتغلتوا عليها. هاي يوم ما كانت المدارس، عملنا كسوة للمدارس السنة هاي. حلو. هاي طبعا احنا عندنا مجموعة من الرحلات، فبنعمل رحلات للأطفال، طبعا كل متطوع بدفع عنه عن طفل. فتقريبا رحنا على كل المحافظات، رحنا على الكرك، على الطفيلة، رحنا على جرش، على عجلون، على إربد. حلو حلو. هاي الرحلة بتنمي عند الطفل انه حب المغامرة، وانه احنا في عنا مناطق كتير حلوة، انه حلو انك تروحها. الرحل مش بس مقتصرة انه ناخذ الطفل نعمل له ترفيه، لا، بنعمل مثلا زراعة او تنظيف المكان، وبنخليهم يتساعدوا معنا كمان انه نعمل الاكل مع بعض. تمام. احلى عن جد، كتير حلو. شوف بتلاقي انهم انت عم تجمعي مجموعة من الاطفال وبتفرحيهم وبتخليهم يطلعوا بفائدة. عم بتحضروا هلأ للكرك ببداية 2017 اللي هو رح يكون مهرجان للأطفال. المهرجان للسنة الثانية رح يكون بالكرك. بنجمع أطفال من الكرك، بنعمل لهم زي ألعاب، بنوزع عليهم هدايا. يعني بنحس إنه بالنسبة للمحافظات نادر ما تلاقي طفل أو يعني بنبسط فيه، لأنه الأطفال في المحافظات ما في هالنوع الترفيه، ما في الألعاب، ما في المولات. فبتلاقي إنه إذا إجا وبلون إله إشي كبير عنده. حلو. طب إيش الفعاليات اللي بتشتغلوا فيها بمهرجانات الأطفال؟ هي احنا عندنا مجموعه من المتطوعين تخصصهم الالعاب، الاطفال العاب التلماتش، بنلعبهم شد الحبل، بنرسم على وجوههم، يعني الالعاب اللي مهرجان للطفل انه يطلع في بسطه يعني مبسوط كثير، بنرسم الفرحه عليه. حلو. اي طفل الاطفال منزل. بيشاركوا كمان مثلا بدبكه او مسرحيه، الاطفال هم اللي بيشاركوا بيعطونا مواهبهم. واي طفل موجود بالمنطقه بيستطيع انه يشارك مجانا طبعا. بالضبط. حلو. مثلا للمهرجان اللي بده يصير هلا بالكرك، وين بتعلنوا له؟ مين بيجي عليه؟ انا بحب اعرف كيف عم تمشي لحتى انه الناس بنضموا، سواء من متطوعين او من الناس اللي بدكم تفيدوهم. هلا بنشوف احنا قاعه او طبعا احنا العام عملناه بمجمع النقابات، هم اللي دعمونا بالقاعه. أوكي. بنعمل زي لافته كبيره بنفس المنطقه، وبتحس انه هم لحالهم يعني اشي مهرجان للطفل، فبيجوا مبسوطين انه كل عائله بتيجي مع اطفالها، فبصير انه توزيع هدايا بسيطه، بنلعبهم، بنعملهم زي يعني اشي بسيط جدا. تمام. طيب في كمان حمله اخرى بتشتغلوا عليها، هي بنك الدم مع مركز الحسين للسرطان. بالضبط. فاحكي لنا اكثر عن هلأ عملنا حمله قبل فتره كانت كتير كبيره، كانت بمركز الحسين للسرطان وبمستشفى الأمير حمزة اللي بطبربور، وكمان ببنك دم غرب عمان. كان عدد اللي اجوا تبرعوا عدد كتير كبير، فلحديت اليوم البوست اللي علقناه بالمستشفى لساته موجود. فنحن عم بنحب انه كمان نرجع كمان هاي السنة نعمل حملة بنك الدم، لانه في كتير ناس بحاجة للدم. هلأ اللي عم بسمعونا اذا بحبوا يتواصلوا معاكم، سواء يكونوا متطوعين او يكونوا ممولين او مساعدين او متبرعين، كيف بيقدروا يتواصلوا معاكم؟
عن طريق صفحتنا على الفيسبوك وعلى الأرقام الموجودة اللي على الصفحة كمان. أوكي. صفحتكم على فيسبوك هي بذرة خير. هذه إيش الصورة عليها؟ شعار الوردة. شعار الوردة بذرة خير. إذا أكيد لكل اللي عم بيحضرونا إذا بتحبوا تتواصلوا مع مبادرة بذرة خير تقدروا تروحوا على صفحتهم على فيسبوك بذرة خير، شعارهم وردة، هناك كمان أرقام هواتف سواء بتحبوا تتبرعوا أو بتحبوا تكونوا من المتطوعين. كثير حلو. طيب لإيش بتطمحوا بالمستقبل؟ يعني شو حابين توصلوا بالمستقبل من خلال الأعمال التطوعية والخيرية اللي عم تشتغلوا عليها؟ هلا احنا واجهنا بعض شوية صعوبات انه يعني في الدعم، واجهنا بعض الصعوبات بعد مرات انه كيف بدنا نخاطب جهات حكومية، فحابين انه نرخصها وان شاء الله شغالين على الموضوع. كمان انه احنا رح نعملها وصار عليها يعني قيد الانشاء، رح تكون في خارج المملكة، رح تكون في سعودية ورح تكون في أبوظبي. مجموعة من المتطوعين اللي كانوا معانا رجعوا على اللي رجع على سعودية ورجع على أبوظبي، وهيهم شغالين في موضوع انهم ينشأوا في المبادرة في السعودية وفي أبوظبي. حلو. رزان، بما انك انت مؤسسة المبادرة، لايش كيف تطلعي لها بالمستقبل؟ بتتوقعي انه يوم من الايام ممكن انها تصير جمعية مسجلة؟ ان شاء الله نحن عم نشتغل على هذا الموضوع، فان شاء الله انه نقدر نجيب دعم لحتى نقدر نرخص الجمعية، وبس ما انها تقتصر على الأردن، انه نقدر كمان نوصل لأكثر من عدد ممكن من الدول. حلو حلو. بحب اسمع منكم من كل واحدة، من رزان ومن ضياء، شو أكثر رد فعل أثر فيكي من خلال المبادرات والمساعدات اللي بتقدموها؟ أكثر رد فعل بتحسيه بضل هو بيكون زي المحرك أو الوقود اللي بيخليكي تضلي مستمرة بالمبادرة وبعمل الخير؟ صار موقف معي أيام ما نزلنا أول مرة على عملنا دراسة في الغور الصافي. صح. كان في معي بالسيارة بالون صار له أشهر، كان على الإشارة ولد عم بيبيعه فأخذته منه، فإجت ماما هيك المنطقة جدا جدا بحاجة لمساعدة، ففتحت السيارة قعدت تعطيهم الشوكولات والشيبس وعصير. كانت ماما معك؟ أوكي. ففتحت صندوق السيارة طالت البالون وأعطته إياه، كتير انبسطوا، فكتير أثر فيه الموقف إنه على بالون قديش كل الأطفال التموا عليه. حلو. حلو. تخيلي ضياء. نفس الحالة صارت معانا كمان بالغور الصافي، إنه طفل عامل تاعت هيك علبة عاملها سيارة، فبحكي لي شو رأيك تطلعي بسيارتي؟ فحسيت إنه هيك يعني إشي محزن إنه الوضع كان سيء. قدروا يعملوا من أبسط الأمور أشياء تسليهم. تطلعي إنه قديهم بحاجة لأبسط الأمور حتى بس تفرحهم، بس تبسطهم. صحيح. طب إحنا دائما بنحب نركز بموضوع كل القائمين على المبادرات إنه المبادرات التطوعية والعمل التطوعي هو مش بس بيكون مقتصر على الفئة اللي إحنا عم نقدم لهم هذا الخير أو هاي الخدمة، لكن أيضا العمل التطوعي بينعكس على الشخص نفسه من ناحية هو كيف بحس اتجاه نفسه لما يقدم عمل أو عطاء أو خير لشخص آخر. فرزان، إيش بيكون شعورك بكل مبادرة أو عمل تطوعي أو حملة عم تشتغلي فيها؟ أول شيء لازم إنه نشكر كل المتطوعين اللي دائما ساعدينا واقفين معانا، وكمان التيم اللي ما قدروا يكونوا موجودين، مهند وعبد. هلا المبادرة كتير عكست على شخصيتي، كتير قوتها وكتير فادتني بمجال شغلي، إنه أكون أكتر إنسانية بالتعامل مع الناس. لما مثلا أكتب عن أي حالة إنه هذا الموضوع كتير يساعدني، يخليني أتعاطف معهم، مش بطريقة إنه أنا بس بدي أتعاطف وأكتب، لا، إنه أوصل رسالة إنه هذه الناس وهي الفئة عن جد بحاجة لمساعدة. حلو. ضياء، كيف بنعكس عليك؟ لا، قبل ما نكون النشاط بيكون هيك زي ضج عندي، خايفة من النشاط، يعني حتى هذيك اليوم ما بنام من إنه متوتري إنه ما يصير أي إشي، بس يخلص النشاط هيك بحس براحة جدا حلوة، يعني إنه الحمد لله النشاط كتير عمل وكان له صدى حلو، والمتطوعين يوم ما يقعدوا يمدحوا يعني إنه كان كتير حلو ونشاط ممتاز، فبحس فرحة كتير في قلبي. حلوة. حلو. ممتاز. حلو. احنا سعداء كتير انه تعرفنا عليكم ضياء ورزان. شكرا لكل الجهود الرائعة اللي انتوا عم تعملوها، واكيد بحب اوجه واقول لكل اللي عم بيحضرونا اذا
بتحبوا تساهموا تتبرعوا بأي شيء لجمعية بذرة خير تقدروا من خلال صفحتهم على فيسبوك تتواصلوا معهم لحتى نوقد طاقة الإنسانية بداخلنا والتعاطف، لأنه نحن في الآخر إنسان، هذا اللي بيفرقنا عن أي كائن أي شيء تاني على وجه هاي الكرة الأرضية. فبإنسانيتنا كتير منقدر نتواصل ونلاقي كتير أشياء مشتركة بيننا وبين الناس اللي حوالينا. شكرا لكم. شكرا موفقين ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم. شكرا للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى تتابعوا كل شيء جديد.